هذه الشراكة تولي عناية خاصة للمشاريع المدمجة والكفيلة بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بقارتنا الإفريقية، حيث تم على سبيل الذكر للحصر في مجال البنى التحتية القاعدية إنجاز 90% من طريق الوحدة الإفريقية الممتد على مسافة 10,000 كيلومتر، والذي يربط الجزائر بنيجيريا مروراً بتونس، مالي، النيجر وتشاد. كما استكملت الجزائر أشغال الواصلة المحورية العابرة للصحراء بإنجاز 1584 كيلومتر من الألياف البصرية، تربط الجزائر العاصمة وإنقزام على الحدود الجزائرية النيجيرية، إضافة إلى مد خط فرعي حتى ولاية تندوف في الحدود الجزائرية الموريتانية، حيث يهدف هذا المشروع الموازي لمشروع الطريق العابر للصحراء ذي البعد الاستراتيجي الهام إلى توصيل كل التجمعات السكنية التي يمر بها عليها مساره، لا سيما المناطق المعزولة ربطها بالإنترنت. علاوة على ذلك، شرعت الجزائر مؤخراً بالتعاون مع موريتانيا في إنجاز طريق تندوف الزويرات الممتد على مسافة تقارب 800 كيلومتر، والذي من شأنه فك العزلة عن المناطق الحدودية وإعطاء ديناميكية جديدة اقتصادية للبلدان الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب. وفي نفس الاتجاه، تعمل الجزائر على فتح خطوط جوية مباشرة تربطها بعديد العواصم الإفريقية كأديس أبابا، جوهانسبورغ ودول أخرى، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز سبل التواصل والتعاون بين مختلف البلدان الإفريقية، والذي يتجلى عبر انخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية، وتعمل جاهدة على التفعيل الحقيقي لهذه المنطقة، ويتجلى أيضاً من خلال فتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية من أجل تكامل اقتصادي حقيقي.